صامدة لتنظيم الإرهابي لداعش. أنتم تذكرون التقارير اللي ذكرت من مصادر غربية ومصادر استخبارية ومعلومات أمنية أنه هاي راح يصير بها قتال عنيف. الحمد لله قواتنا بشكل خاطف تم استعادة المدينة والسيطرة عليها بالكامل، وهذا يدلل على انهيار الدواعش. خطتنا هو كما ذكرت يوم أمس من الموصل أن خطتنا هو حصر الدواعش وقطع رأس الأفعى، قطع رأس داعش. أتكلم عن بهاللغة متأسف، لأن داعش منظمة إرهابية يجب أن نقطع رأسها. هدفنا من تحرير الموصل هو تحرير المواطنين والقضاء على داعش، وتحرير الموصل ستوجه ضربة قاسمة للدواعش، ولهذا ما نريدهم يهربون من المدينة، إن شاء الله نحصرهم ونقضي عليهم. نريد نحرر المدينة بأقل كلفة ممكنة، وبالتالي رسالتي إلى أهالي الموصل كما وجهت يوم أمس التعاون مع القوات الأمنية، لا يخشون القوات الأمنية. دعايات داعش أصبحت لا تنطلي، بدليل كل القرى الآن، أنا يوم أمس أتجول في القرى التي تم تحريرها، السكان موجودين في القرى والناس يمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، وقواتنا الأمنية يتم الترحيب بها في كل هذه القوى القرى. داعش كانت تتصور أن سكان هؤلاء القرى سيتصدون إلى قواتنا وسيكونون مع داعش، ولكن بعد سنتين أو أكثر من حكم الدواعش الإرهابي الجبان على هذه المناطق، هذه المناطق ثارت على داعش وانضمت إلى قواتنا الأمنية، ولهذا نسيطر على هذا الموقف. أتمنى إن شاء الله تكون هناك تطورات ربما كل سريعة في غضون الساعات القادمة لاستعادة إن شاء الله مدينة الموصل. كل القطاعات تشارك في هذه العملية البطولية، وإن شاء الله النصر وشيك. لاحظت عندي ملاحظتين في إطار معارك الموصل. إحنا طورنا من قدراتنا، تعرفون خلال الزمن، يعني أظن قبل سنة سنة ونصف كان حلم أن نقاتل نحن اليوم في داخل الموصل. يوم أمس كثير من القيادات العسكرية اللي كانوا معنا في أكثر الجبهات يقولون كان حلم، كنا نصور خيال، كان منتهى حلمنا أن نأمن بغداد والمناطق القريبة من بغداد، أما أن نحرر الموصل بهذه الفترة القياسية هذا الحمد لله تحقق اليوم، مو حلم. العالم أيضا كان يعتقد حلم، بما فيها دول الجوار كانت تعتقد حلم، والآن هم تباغتوا بالقدرة العراقية والقوة العراقية. اليوم يقاتل على الأرض عراقيون، وأكو الآن شيئين اللي هو صار تطور كبير عن القتال الماضي. إحنا من السابق نقاتل سوية، بس في هذه المعركة وجدت تجانسا وانسجاما بين كل القطاعات اللي هي من حشد محلي، أبدي من الحشد المحلي، إلى القوات المسلحة، جيش مكافحة الإرهاب، شرطة اتحادية، شرطة محلية، بالإضافة إلى الحشد الشعبي، بالإضافة إلى البشمركة. هناك تنسيق وتفاهم عالي، أحدهما يؤثر على الآخر، تعاون جدا ممتاز بين كل القطاعات تقاتل سوية، انسجام بين الآمرين والقيادات وبين المراتب. الآن هذا الفجوة اللي كانت ربما تطرح سابقا بين الآمرين العسكريين وبين المراتب أو الجنود أو الشرطة تم شبه إزالتها. أنا تأكدت يوم أمس أن الطعام اللي يوصل إلى الغذاء اللي يوصل إلى المقاتلين نفسه هم اللي يأكلون الآمرين والضباط، مو معناها نخفض طعام الضباط، نصعد مستوى التغذية للمقاتلين جميعا، هذا كنا نركز عليه، وهذا الحمد لله نجحنا إلى درجة كبيرة، وهذا شيء بصراحة نفتخر به ونعتز به لكل قطعتنا المقاتلة. الأمر الثاني التسابق للذهاب للقتال للجبهات. أنا لأول مرة أتعرض لضغط كبير من عدة آمرين وقيادات يردون يذهبون إلى الخطوط الأمامية، يريد هو يقوم بالتحرير، هو يريد يقاتل، رغم أنه يعلم أنه من خلال التقارير اللي يقولوها ربما مفاجآت، ربما تكون هناك تضحيات، ربما تكون هناك، تعرف أنت تتقاتل منظمة إرهابية بشعة في إجرامها وتريد تقضي عليها وتقطع رأسها، وبالتالي البعض ربما يقاتل في اللحظات الأخيرة، ومع ذلك الآمرين والقيادات تتسابق للذهاب إلى أمام. في بعض الأحيان أقنع القائد الآخر أنه خلي تقدم القائد فلان، أنت لك دور ثاني في محور آخر، وهذا أيضا التسابق للتحرير والتسابق للتضحية أنا أفتخر به وأعتز به من قبل الآمرين والقيادات، وكذلك من قبل المراتب والجنود المقاتلين. شفت حماس مو طبيعي، الحماس بالجبهات للقطاعات العسكرية والقطاعات المقاتلة مو طبيعية، يعني مستوى من الحماس من الوعي. وشفت أيضا انهيار الدواعش أيضا بشكل مو طبيعي بالمقياس العالمي، وإن شاء الله العراقيون هم قادرون على تحقيق هذا النصر.
بالطبع أؤكد الآن أيضا الإنجاز العراقي الشجاع. خلال أسبوع تم إطفاء معمل مشراق الكبريت، وهذا إنجاز عراقي في حرب. أنت تتقاتل، تعرفوا منطقة قتال وحرب، أنت تتقاتل. الدواعش للأسف قاموا بإحراق هذا المعمل أو الكبريت الموجود به بصورة إجرامية بشعة، قاموا بإضافة نفط أسود إلى وإضافة الفوم، يعني مواد سامة إضافية حتى الاشتعال يزداد، وسبب بأضرار فادحة للمواطنين وللقوات المقاتلة. والحمد لله خلال أسبوع واحد أنا أقدم شكري للدفاع المدني، للشرطة الاتحادية، وللجهد المدني الذي قدم جهدا كبيرا مع حالة الحرب، مع الضرر الكبير. بعض القيادات بصراحة الأمنية كانوا قالوا حتى تنفس كنا ما نستطيع نتنفس بسبب الكبريت وما أثر عليهم، مع ذلك ضحوا بهذا الموضوع واتصدوا لإخماد النار، والحمد لله الآن السماء صافية. عندنا أيضا بعض الآبار النفط لا زالت مشتعلة، لأن تعرفون آبار النفط قسم منها كان حررناها قبل فترة وجزء من نبي الدواعش، الآن كل الآبار النفطية الحمد لله قمنا بتحريرها. الدواعش أضرموا النار في هذه الآبار النفطية، كثير من النيران السابقة تم إطفائها. أنا زرت كما تذكرون ناحية القيارة قبل شهر ونص أو يمكن أقل، كان النار أشد من الآن بكثير، لأن لا زال دخان، لا زال غيمة سوداء من الدخان، بس أقل بكثير من السابق، وإن شاء الله إحنا نتحرك باتجاه إطفائها جميعا. وهذا أيضا إنجاز، القوات هاي تقاتل نفس الوقت تشترك في إطفاء النيران اللي هو العدو يحاول أن يثيرها. بالطبع أسجل موقف لشجاعة الطيارين العراقيين سواء في القوة الجوية العراقية أو طيران الجيش، بمنتهى البطولة بمنتهى البسالة يقاتلون. طائرات الهليكوبتر وطائرات القوة الجوية العراقية تقوم بجولات وبطلعات لإسناد قواتنا على الأرض. بعض هؤلاء الطيارين يعرضون يعني أرواحهم إلى الخطر. أسجل، بالتأكيد تحصل أخطاء لما عندك آلاف الطلعات وبعض الطيارين يقومون بطلعات يومية، عدة طلعات في نفس اليوم بشكل بطولي، طبيعي يصير أخطاء. أنا ما أقدر أحاسب على كل خطأ يحصل، وبالتالي نحقق، بس نحقق في كل خطأ. أكو فرق بين تحقق وخطأ بين تحاسب. لما نحقق بالخطأ وماكو هناك نية مبيتة، وإنما خطأ إنساني، لما تتعرض إلى جهد كبير في حالة حرب ويقوم خطأ. لا تعرفون بعض الطائرات، عندنا مو طائرات متطورة، عندنا F-16 متطورة جدا، لهذا لحد اللحظة اللي مرتكب أي خطأ من F-16 دقيقة جدا، متطورة جدا إلكترونيا، تحدد الهدف بدقة. باقي الطائرات ما بها، سخوي طائرات قديمة جدا والعراق لا زال يستخدمها. حصلنا على طائرات لما ما كانت عندنا لا F-16 لا زالت لا تستطيع تغطي كل المهام، يحتاجك تغطية بالساعات لبعض المواقع. بعض هذه الطائرات غير دقيقة، بعضها يصير بها عطل في منظومة الإطلاق، وبالتالي تسبب أخطاء. أنا أتمنى أن بعض الساسة يصبرون على قواتنا الأمنية، لا يصيرون قوات تتقاتل، ما قاعدين في كراسي مريحة، ما قاعدين في مكاتب وفيرة وأنت تقعد من يمك تصدر أحكام عليهم. ذولا طيارين شجعان أبطال ضحوا بأنفسهم ويضحون براحتهم، يرتكبون بعض الأحيان أخطاء غير مقصود. إحنا نحقق في كل حالة ليروح أكو لا سمح الله مقصود، إذا مقصود خلنا نحاسب عليه، إذا خطأ غير مبرر نحاسب عليه، ولكن بالأخير خطأ إنساني وارد، وبالتالي لا نصير شديدين على قواتنا المسلحة عندما يحصل أخطاء. هذا قتال، وإحنا حررنا الآن آلاف الكيلومترات في العراق، حتى جيوش الدول الكبرى المتطورة يحصل فيها أخطاء، تعرفون وسمعتوا بها أخطاء كثيرة. فرق بين الخطأ والعمد. أرجو أن منكم قساة على قواتنا الأمنية وقواتنا المسلحة، يضحون بأنفسهم، قد يصير خطأ أثناء القتال، خل ننطيهم حق، أقول حق الشك. لما عندي شك لا أصير ظالم في حكمي. البعض ربما بصراحة أنا يحس في قلبي أنه بعض الساسة يستخدم دعايات داعش، بعضهم يأخذ صور منشورة من داعش عن خسارة قواتنا، هذا يحس في قلبي بصراحة. أي مستوى يعني الدول الأخرى في زمن الحرب هاي تعتبر خيانة وتحاسب عليه. أدعو القضاء إلى اتخاذ إجراءات، خلينا ننظر فقط لجانب واحد، ننظر إلى بدقة هذا الموضوع. هذه خيانة، أنا أعتمد على دعاية دولة عندها مصلحة في العراق، أو أعتمد على دعايات أعدائنا وأنشرها على حجم الضحايا،
على الخسائر. ماكو دولة ترى تسمح بنشر خسائر. احنا مع ذلك توجيهنا لكل قواتنا وكل الناطقين الإعلاميين من القوات المسلحة لا تعطون أخبار كاذبة، أعطوا أخبار صادقة. قد ما تعطي كل الحقيقة، موضوع ثاني هذا. ماكو دولة تنشر كل خسائرها، نتأثر سلبيا، ولكن لا تعطي معلومات كاذبة. عندما تعطي عدد بالضحايا كن صادق بها، لا تعطي معلومات بالاتجاه الآخر. وهذا إن شاء الله بالتزمين بها. كل بياناتنا، أنا أتحداهم يكون في بياناتنا كذب متعمد أو أعطاء معلومة غير دقيقة متعمدة، بل بالعكس. بعض الأحيان نقلل، نريد نفاجئ. بعض الأحيان تتفاجئون، الإعلام يبين ما مركز على الانتصارات كما حصل الفلوجة، فجأة يصير تفاجئ أنه حصل نصر. هذا النصر بصراحة مو صدفة، النصر بشغل على الأرض واقعي، بس كنا ما نعلن أو نعلن بدرجة معينة، لأن ما نريد نصعد التفاؤل إلى درجة كبيرة. محتمل يصير هناك تراجع في منصب. تعرفون هاي حرب، الحرب عندك أمامك مفاجآت تصير، العدو قد يملك فد شيء آخر يفاجئك به. لهذا احنا ما نريد نصعد التفاعل والحماس الى درجه عاليه ثم يصير انكسار، قد العدو هذه. ولهذا نحقق انتصارات تبدو للناس فجائيه، بس هي مو فجائيه، هي محسوبه وحصلت على الارض ضمن حساب، ضمن خطه مدروسه، وده نتقدم بها بهذا الاتجاه. نعم العدو بعض الاحيان يساعدنا بانهياره، يساعدنا، كنا نتوقع اكو مقاومه هائله من العدو، عندنا معلومات استخباريه تقول لنا في هالمنطقه مثلا الحمدانيه، قيل لنا اكو الاف المقاتلين من الارهابيين من داعش موجوده بالحمدانيه، والحمدانيه كانت عندنا معركه اساسيه نتعارك، وكنا حاسبين حساب نقدم ضحايا وتطول ايام. خلال ساعات حسمنا الحمدانيه وقواتنا دخلت الحمدانيه، كذلك الشوره، كذلك باقي المناطق. فبعضها قواتها تتحقق بها انتصار بسبب بطولتها، الاقدام، ارتفاع المعنويات وانهيار معنويات العدو. طبعا من مهامنا الأساسية هو تعزيز العلاقات بين المكونات العراقية، جميع المكونات، الموصل بالذات أو نينوى بشكل أوسع. وهذه إحنا بصراحة مهمة علينا، نجمع كل المواطنين. وأقول مرة ثانية، المواطنين دي يقاتلون سوية، لأن دي يقاتل ويانا هم أهالي الموصل، أبناء الموصل، من الحشد، من أبناء الموصل، مع قوات المسلحة دي يقاتلون. الشبك دي يقاتلون ويانا، المسيحيين دي يقاتلون ويانا، الأزيدين دي يقاتلون ويانا، التركمان شيعة والسنة دي يقاتلون ويانا، كل مكونات الموصل من عرب وكرد يقاتلون معنا، كل مكونات الموصل معنا في هذه المعركة، دي يقاتلون جنبا إلى جنب. وإحنا حريصين على العلاقات بين مكونات الموصل ونينوى أكثر من حرص اللي دي يطلقون شعارات خارج الحدود. فإذا يريدون يقدمون نصايح، إحنا نقدم لهم نصايح. أتمنى، نتمنى في بلادهم يكون مستوى التعايش بين المكونات مثل مستوى بلادنا. احنا الان الدم يجمعنا والدفاع عن الوطن يجمعنا، وهذا احنا جدا حريصين لحد اليوم ولكل لحظه. احنا بدنا نجمع كل المكونات، بدنا نلتقي بهم، مو فقط في القتال، الى مرحله ما بعد تحرير الموصل. احنا بصراحه ايضا ما ندخل بشؤون الدول الاخرى، نريد نحرر اراضينا ونعيش في سلام، نريد نقضي على الارهاب. احنا ما نعتدي على اي دوله، وما مستعدين ندخل في شؤون الدول الأخرى. هذا الدستور العراقي ينص على أنه العراق أو أي حكومة بالعراق لا تتدخل بشؤون الدولة الأخرى، وما تعين أي جزء أو أي جهة للاعتداء على دول الجوار. هذا إحنا ما نسويه. بس أقول مرة ثانية، إذا تعرضنا إلى اعتداء سنتصدى بقوة لرد هذا الاعتداء من قبل أي جهة خارجية، من قبل أي منظمة إرهابية أو دولة. أنا أدعو السياسيين إلى وحدة الموقف، إلى ترك الخلافات الآن، ما نخسر شيء، شوية جمدوا الخلافات، لا تشوشون علينا، يعني كل مرة طالعة قضية منا وقضية منك، البعض يدور بالمصالح الخاصة، داخلين صراعات مع بعضنا البعض الآخر، خلينا نبتعد عنها الآن. المهمة علينا المفروض كنا، هذا هم وطني، هذا مو إنجاز لرئيس الوزراء ولا إنجاز لهذه الحكومة فقط، إنجاز لكل العراقيين، لكل قواتنا الأمنية. يجب أن نتوحد في هذا الإنجاز، ولما ينجح رئيس الوزراء أو ينجح البرلمان أو تنجح القطاعات، إحنا إن شاء الله كنا ناجحين والعراقيين كلهم ناجحين. بعض القرارات اليوم وجهنا بصراحة، أسجل موقف، أتمنى الحكومة المحلية، مجلس المحافظة والمحافظ وأيضا رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة نينوى إلى التواجد في المناطق المحررة. يحتاج الناس، تحتاج خدمات. الآن دا نوفر إحنا جزء من خزيننا الاستراتيجي بسرعة،
من خلال بطاقة تموينية، دا نوجه طحين للمناطق اللي نحررها، دا نزودها بمشتقات نفطية الحمد لله تسير بشكل جيد، وأيضا دعم للمواطنين. بس قواتنا المسلحة بدها تحارب ترى مو شغلتها هاي، يعني هي تحارب تقرب، بعض الأحيان تستخدم قطاعات الجيش بالنقل. أتمنى الوحدات الإدارية يتواجدون، نريد تواجد واضح. يعني أتمنى في قرية، أروح في قرية محررة أجد القائم مقام، أجد الحكومة المحلية، أجد لها دائرة مفتوحة تفتح دوائر. أدعو هذا القرار اليوم إلزام من مجلس وزراء لكل هؤلاء بالتواجد في مناطقهم، ونعتمد عليهم بالطبع مو بس لهم، أيضا للأنبار أتمنى نفس الشيء، حصل في السابق بس أيضا حصل للأسف تراجع في بعض الحالات. الحكومة الاتحادية وحدها مو صحيح تتحمل كل مسؤولية، يجب الحكومات المحلية، مجالس المحافظات، المحافظين، رؤساء الوحدات الإدارية يتحملوا مسؤولية أساسية، هم اللي يعرفون الناس، هم يتعاملون مع الناس مباشر. إحنا إن شاء الله ندعمهم في هذا الجانب. حاليا القوات المسلحة والحكومة الاتحادية تقوم هي بالعمل، وهذا يسوي ضغط كبير في هذا الإطار، بس نقوم إن شاء الله بمسؤوليتنا بشكل صحيح. أيضا مجلس الوزراء اليوم أقر مسألة إصلاح نظام الرواتب اللي هي تسجيل إلكتروني للرواتب، وأيضا تحويله إلى جانب إلكتروني، قضية البصمة لتقليل الهدر والفساد في مسائل الرواتب. بالطبع لأن عندنا الرواتب الآن جزء كبير من نفقات العامة للدولة، ويجب ضبطها في هذا الإطار. والآن صار قرار أن نظام الدفع الإلكتروني يبدأ في وزارتين ونعمم على كل وزارة. الشيء الآخر من ضمن القرارات اللي هو أيضا استبعاد المستفيدين غير المستحقين بشبكة الحماية الاجتماعية، هذا دا نسويه سابقا، بس الآن دا نزيد من إجراءاتنا وضبطنا أنه أي واحد غير مستفيد يجب أن يستبعد، بطبيعة يتحمل تبعات أيضا قانونية إذا كان مستفيد وهو غير مستحق، يعني بطريقة الاحتيال. هذا أيضا جانب مهم، لأن نريد الوارد أو التخصيصات لشبكة الحماية الاجتماعية تصل لكل المحتاجين لهذا الدعم، مو الناس اللي ما محتاجين يأخذون حصة غيرهم. هذا جزء من تقليل الفساد في الدولة العراقية، وجزء أيضا من تطبيق قانون الحماية الاجتماعية اللي هو توسيع الشرائح وزيادة المبالغ التي تعطى لهذه الشرائح. بالنسبة للكتب المدرسية اللي هي فيها الآن كلام، أظن قضية رأي عام، وهي رأي عام مهمة بالنسبة لنا، احنا نستمع للمواطنين في هذا الإطار. مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع، وأيضا أعطى أولوية لهذا الجانب، جانب الكتب المدرسية. للأسف صار بداية العام الآن، ونريد نرفع المستوى يعني الدراسي للطلاب. تعرفون الأزمة المالية تلقي بظلالها على هذا الجانب. بالأخير الآن الإيرادات عندنا أقل حتى من الرواتب والتقاعد، أقل بمسافة طويلة، وعندنا إنفاق آخر الدولة. إحنا الآن بدنا نرتب من خلال الاستدانة، بالأخير يكون نصير كلش حذرين، لأن ما نريد نحمل السنوات القادمة بقروض قد لا يملكون الحكومات السابقة قدرة على دفعها مرة ثانية، خصوصا مع ملاحظة أن كل المؤسسات المالية والنفطية تقول بأن أزمة النفط تستمر إلى العام 2020 بوادر الارتفاع أسعار النفط بشكل مقبول، ربما ب 2020. أتمنى أن يكون خاطئين، أتمنى أسعار النفط ترتفع قبل ذلك التاريخ، بس كحكومة وكسياسة نقدية يكون نتهيأ للأسوأ. ما نقدر الآن نقترض بمبالغ كبيرة ولا نستطيع أن نسدها بعدين ونسوي مشكلة قد يؤدي إلى انهيارات كبيرة في الجانب الاقتصادي. نريد نبقي دفع الرواتب مستمر، نبقي الخدمات الأساسية مستمر. تعرفون منظومة الحرب تستهلك أموال هائلة، هذا مو مجانا، هذه الأسلحة وهذا الدعم الكبير للمقاتلين هذا يحتاج إلى، يعني أنا ما أريد أدخل تفاصيل، أن الصاروخ الواحد اللي ضربه على عربة لداعش اليد يكلف حدود 80-90 ألف دولار، صاروخ واحد ضربه على عجل لداعش حتى تحمي قواتنا. ما أقدر أيضا أقصر به على أساس ما عندي أموال، لأنه بالأخير هاي العجلة لداعش المفخخة قد تؤدي إلى تضحيات كثيرة في قواتنا، وبالتالي هذا يحتاج إلى توازن. في نفس الوقت اللي نصرف على الجيش وعلى الحرب، علينا نصرف على التعليم، علينا نصرف على الصحة، علينا نصرف على الطبقات المحرومة في المجتمع من خلال شبكة الحماية الاجتماعية، علينا أن نحفز الاقتصاد، ندعم المزارعين، ندعم القطاع الصناعي، هذا كله دا نسويه في نفس الوقت. بس أكو أولويات، هاي الأولويات ما نقدر نصرف على كل شيء في هذه، أكو أولوية قصوى، أكو أولوية متدنية. بعض الأحيان نسكت على الأولوية المتدنية لصالح أولوية كبرى، لأن بصراحة إيراداتنا كثير أقل من
مصاريفنا. هي بصراحة صار هي موجودة ضمن تخصيصات وزارة التربية للمناهج، موجودة للعفو للكتب الدراسية موجودة، ولكن التمويل من قبل وزارة المالية ما صار، لأن يعني وزارة المالية حتى تمول، لأن يعني كل الوزارات بها تخصيصات. اللي صار أنه الإيرادات لهذه السنة الموازنة بها إيراد معين بناء على سعر برميل النفط اللي هو 45 دولار، هذه ما تحققت الإيرادات. الآن سعر النفط، معدل سعر النفط منذ بداية السنة لحد الشهر الماضي بحدود 33 دولار للبرميل، واي أقل من 45. إذا تشيل كلفة إنتاج النفط يصير تقريبا حوالي 60% أو 62% تقريبا من يعني الإيرادات نسبة للموازنة. هذا وين يروح؟ هذا يحتاج مع وجود بأصل الموازنة، هي موازنة متقشفة، وجود بها عجز كبير. هذا بالطبع قطعا راح ينعكس على تخفيض آخر بالنفقات، ولهذا تصير هذه المشاكل. الآن ناقشها مجلس الوزراء وإن شاء الله تصير بها حلول سريعة. نوقشت أيضا مسألة المناخ واتفاقية باريس. تعرفون اتفاقية باريس اتفاقية دولية، العالم مهتم بموضوع المناخ. موضوع المناخ قد البعض ينظر له جانب شكلي أو كمالي، مو كمالي. تغير المناخ يأثر على الزراعة، يأثر على إداء الناس، يأثر حتى على الناتج القومي بشكل عام. لهذا العالم معتبرها قضية أساسية. إحنا جزء، العراق لحد الآن ما وقع، بالطبع أكو أيضا طلب من عندنا، العراق يعتبره مهم اليوم، وأكو من رئيس الفرنسي طلب مني، أمين عام المتحدة طلب مني، دول مهمة أخرى طلبت من عندنا. العراق يجب أن يحدد موقف. اليوم نوقشت في مجلس الوزراء، انطينا آليات معينة للموافقة وعدم الموافقة. نريد نضبط وضعنا، إحنا نريد نلتزم بمسألة تقليل الانبعاث، الانبعاث الغازات، انبعاث المحروقات. بس إحنا أيضا عندنا تحدي، أولا عندنا حرب ضد داعش، عندنا نريد نزيد ناتجنا النفطي، نريد نوفر طاقة كهربائية 24 ساعة للمواطنين. هذا كله راح يزيد انبعاث الغازات، لا تنسوا. يعني أي شيء تحرقه إضافي بتوليد كهرباء هذا انبعاث إضافي. فما أريد أقلل النمو على حساب، مو إحنا سبب الانبعاث، مو إحنا سبب هاي مشكلة العالم، دول أخرى هي حققت هذا السبب. مع ذلك أنا ما أريد أصير جزء من المشكلة، أريد أصير مشكلة من الحل. ولهذا ناقشنا اليوم وضعنا أسس إن شاء الله، وراح نقولها باتجاه صحيح. شكرا لكم. أنا بالطبع أسجل اعتذاري على التأخر، لأن مجلس الوزراء اجتماعه استمر لفترة أطول من المتوقع. مساء الخير سيادة الرئيس. من راح يوزع الأسئلة تفضل؟ كاظم من وكالة الأنباء الألمانية. أهلا وسهلا. سيادة الرئيس، تناولت وسائل الإعلام عن دخول القوات العراقية اليوم إلى قضاء الموصل. هل تستطيع أن تؤكد لنا هذه الأخبار؟ وكيف ستتعامل القوات العراقية مع داعش الذي بدأ يحتجز المئات من المواطنين كدروع بشرية لحمايته؟ شكرا جزيلا. اهلا بك. بالطبع انا ذكرت في بدايه الكلام انه كوكيتش اللي هي محطه التلفزيون اللي هي داخل الجانب الايسر من مدينه الموصل تم تحريرها بالكامل، وقواتنا ان شاء الله تقدم. وانا قلت خلال الساعات القادمه او الايام كلش القليله القادمه تصير ان شاء الله مفاجات في هذا الاطار، ما يتأسبق الاحداث. تعامل القوات الامنيه مع المواطنين جدا جيد بصراحه، هناك ترحيب، لم تسجل ولا حالة بالنسبة إلي، لم تسجل ولا حالة. أنا بصراحة أستمع لكل حالات الشكوى من قبل المواطنين، دورت بعض الأحيان مواطنين في المناطق يدزوا لي رسائل مباشرة بصراحة، من قبل المواطنين أو من قبل جهات أو من قبل قطاعات. بعض القطاعات توصل لي معلومات عن تجاوز قطاعات أخرى إذا صارت. لحد الآن ماكو تجاوز حقيقي سجل على القطاعات لحد اللحظة، وإن شاء الله يستمر هذا المنهج. وأنا بصراحة أعتبر أداء القوات الأمنية العراقية بدرجة أكثر من مقبول، درجة عالية، خصوصاً مع لحاظ شراسة القتال ومع صعوبة المنطقة. هاي القوات أكثرها تتقاتل عن بعد مئات الكيلومترات من محل مسقط رؤوسهم. أكثر دول القوات جايين أما من بغداد، من البصرة، من العمارة، من الناصرية، من الأنبار، من مناطق أخرى متعددة أكثر القوات. وبالتالي تتقاتل في مناطق مو مناطقها، بعضهم ما شايفين المناطق أصلاً ولا عارفيها. ورغم هذا أداءهم أداء صراحة ممتاز، تعامل مع المواطنين تعامل حضاري ومتقدم جدا. وأنا بصراحة أشد على عضد وأيادي هاي القوات اللي هي مفخر للعراق والعراقيين جميعا. شكرا دكتور أحمد مهدي من قناة السومرية. لم تسمي هؤلاء السياسيين الذين يستخدمون الدعاية لصالح داعش. والسؤال الثاني، كيف تقيمون الدور التحالف الإعلامي في المواجهة ضد داعش، وكان للسومرية الدور البارز فيه؟
وأيضا هناك بعض الأبواق التي تقول أن رئيس الوزراء لم يزور الموصل ولكن في بعض القواعد القريبة من العاصمة بغداد. شكرا دكتور. لا يعني أمس كنت بالموصل واضح يعني بالشورى، أظن اللي يعرفون الشورى شافوا صور الشورى، وهذا هم جزء من الدعاية اللي تحدثنا عنها. أنا بصراحة عذروني يعني ما أدخل عندي أحاول أن ألم السياسيين ما أفرقهم، بس أتصور دور الإعلام، أنه أنا أتصور الإعلام بحق ينبغي أن يكون سلطة رابعة سلطة، ولهذا حرجوني إلي، حرجوا السياسيين الآخرين بصراحة، بس يكون كلمة حق. خلي يصير المفروض الإعلامي ما رج حرج على السياسيين حتى ما يتجاوز حدوده. إذا رئيس الوزراء تجاوز حدوده قولوا له أنت هذه جاوزت حدودك، حتى ما أفكر بعد أتجاوز حدودي. السياسي الفلاني ما يصير يتجاوز حدوده، ما يصير. أكو قضية وطنية في البلد، راجع التصريحات وشوف. أظن أنتم معروضة، أنتم الإعلاميين تشوفوا أكثر من عدي بعض الأحيان. حولي. نعم. بالطبع التحالف العامل أحييكم على هالخطوة، خطوة مباركة وطيبة. أنا أتمنى يبقى أكو تسابق بين الإعلام بس ضمن التنسيق والتعاون. هي الفكرة صار لها بصراحة حدود شهرين عرضت علي وأنا جدا سندتها وأيدتها. قالوا لي أنت تبناها، قلت لهم غلط، رئيس وزراء أتبناها. أنا رئيس وزراء بالأخير حكومة، الحكومة صح تعمل لكل العراقيين بس أيضا الحكومة هي انفرزت عن هذا الوجود السياسي، برلمان هو سياسي بالأخير. أتمنى الإعلام، أنا أريد أسند الإعلام، وأتمنى الإعلام هو يقوم من ذاته بهذا الدور، سواء الإعلام الحكومي أو الإعلام الخاص. المشكلة كانت بالسابق المعلومات تجي متضاربة، يعني تجي إشاعة وتنتشر بشكل مو طبيعي وهي خاطئة. تذكرون في بعض المعارك البعض رأسا طير الإشاعة أنه أفواج من القوات العراقية يتم إبادتها من داعش، وهي كذب. هكذا إشاعة تأتي وتنتشر بشكل في الأنبار، معارك الأنبار، أو هناك يعني نوع من الإشاعات اللي هو أنا ما أقدر بصراحة ما أتهم الجميع بالخيانة، بس أكو أسباب. أما البعض جدا بسيط ما عنده وعي وينقلها، والبعض أقولها بصراحة عنده خردة واكتساب ويا رئيس الوزراء، فيصير برأس قواتنا المسلحة. يعني يتصور هذا النجاح لرئيس الوزراء فيريد يقلل النجاح فيطلع أكو انكسار، هي مو شكل الأمور. يعني بالأخير أنت إذا تطلع إشاعة خاطئة لضحايا فوق العادي لقواتنا راح تؤدي فعلا إلى ضحايا قواتنا، راح تؤدي إلى انكسارات. يعني هذه يكون يحسبها السياسي، يعني بالأخير في نهاية المطاف هو والخائن سوا نفس العمل اللي يؤدي. هسا قد مو نيته الخيانة، نيته المماحكة السياسية. أقول بالجانب الوطني المفروض ماكو مماحكة سياسية، خلينا نتجنبها. في الجانب الآخر أنا مستعد في الجانب الآخر أنا مستعد، بس بهالقضية أنا ما مستعد أدخل في مماحكة، لأن قضية وطنية لها علاقة بقواتنا، وتشوفون كثير من القضايا ما جاوب عليها أصلا، حتى ما رد. أنه تذكر هاي طلعوا أنه أكو توقف للقوات، هذه خيانة، منو توقف؟ طبعا تعرفون الحرب خدعة، الحرب خدعة، يكون ننطي انطباع معين حتى نلجأ إلى شيء آخر. خو ما يصير السياسيين يخونون قواتهم ويخونون، يعني هذه أصور، لهذا ما جاوبت عليها ولن ما أدخل بصراع على قضايا وطنية متعلقة بحياة قواتنا. أنا يهمني أنا أحافظ على حياة هؤلاء القوات، ويهمني أنا أحافظ على أرواح المدنيين، هذا مهم. بعضهم يريد ينجر إلى صراع كردي عربي، صراع شيعي سني، صراع بين الإثنيات وبين المذاهب، أنا ما مستعد. إحنا مسؤولين لما تكون في موقع أنت في مجلس نواب، أنت ما تمثل مكونك، تمثل كل العراقيين. لما تصير رئيس وزراء أو تصير في كل موقع مسؤول، أنت تمثل قد تنتمي إلى طائفة معينة أو مكون معين، بس في هذا الموقع تصير مسؤول على كل العراقيين بغض النظر عن مكوناتهم. لهذا أدافع عن الأزيدي كما أدافع عن المسلم الشيعي، كما أدافع عن الكردي، وكما أدافع عن العربي، ومستعدين نرحي من أجل هذا الدفاع، لأن هاي مسؤوليتنا. الله تعالى عنده يخلي إنسان في موقع معين في رقبته مسؤولية هذول الناس كلهم. أتمنى السياسيين يكون في كل مستوى في نفس المستوى من الشعور بالمسؤولية. دكتور أنس يوسف مراسل قناتنا بغداد، في الآونة الأخيرة تصاعدت حدة التصريحات من قبل المسؤولين الأتراك بخصوص المشاركة بعمليات تحرير نينوى، واليوم قوات مكافحة الإرهاب باتت في قلب نينوى، فيما لو بدأت القوات التركية بعملياتها في نينوى، هل ستفتح جبهة جديدة مع القوات التركية وأيضا معاملتها كما عاملت قوات محتلة للأراضي العراقية؟
إضافة إلى الجبهة المفتوحة مع داعش؟ وأيضا هل لك أن يعني تقول للشعب العراقي من المسؤول الأساسي عن تسهيل دخول القوات التركية قبل سنتين؟ حتى أكون دقيق، كان هناك تصعيد خطير من قبل قيادات تركية تجاه العراق، بس يمكن في الأسبوع الأخير لاحظت هناك نوع من التخفيض، يعني من خلال متابعتي وأيضا من خلال العلاقات الدبلوماسية المباشرة. نحن تعرفون ويصل علينا ضغط نقطع العلاقات الدبلوماسية، أنا ما قطعتها، مو ما نجرؤ، لا، أسهل منها ماكو. تعرفون بعض الأحيان التصعيد هو شنو خلانا، شنو خلى داعش تدخل الموصل وتسقط عدة محافظات عراقية وتهدد بغداد؟ شلون دخلت داعش؟ غير بسبب الخلافات؟ هي الخلافة ترى مو شجاعة، هي الشجاعة أن تصمد وأن تحاول تحفظ الوحدة في سبيل تواجه العدو، هي هاي الشجاعة، يكون تعض على جرحك وتصبر. ولا أسهل منها الإنسان يصير عنده ردة فعل في هذا الإطار، يصير ردة فعل وعساها ما يصير خلي يصير. إحنا الآن نحاول نحفظ، أحد أهم الأسباب هو الحفاظ على الوحدة العراقية. كان همنا، كنا أنا بصراحة أقدر أنطي كنت خطابات نارية، بس بهالحالة راح أعرض وحدة الموقف العراقي للخطر، وهذا أضعف شيء علينا. كان يهمني أن يصير موقف عراقي وطني موحد، والحمد لله حافظنا عليه بدرجة كبيرة، ما أقول 100% بس بدرجة عالية. قوة العراق هو الموقف الوطني الموحد. إذا الآخرين يشوفون الموقف العراقي الموحد وطني واحد ما يتجرأ، لأن يقول راح يصيرون العراقيين ضدي. بعضهم يريد يفرق العراقيين حتى يدخل. هذا ردنا الملعب، والحمد لله وصلنا إلى درجة كبيرة مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوح. إحنا نمارس ضغط دبلوماسي كلش عالي، سواء مباشر أو غير مباشر، نبقي الباب المفتوح للتوافق. الرسالة نوصلها التالي، وأنا أوصلها الإعلام، إحنا ما نريد حرب مع تركيا، ما نريد مواجهة مع تركيا، وإذا صارت مواجهة لا سمح الله الأتراك يدفعون ثمن باهظ. جيتها بصراحة وأكلرها مرة ثانية. نعم إحنا هم نضرر، أي دولة تدخل في حرب مع دولة جارة هو تدمير للثنين، الكل يطلعون خسرانين، بس تركيا أو القوات التركية راح تقدم خسائر كبيرة وأحذر منها. إذا دخلوا إحنا مستعدين للمواجهة، وراح يصير يعتبر عدو نتعامل وياه كعدو. إذا دخل الجيش التركي إلى الأراضي العراقية إحنا ما نسمح أي جيش. الأتراك يقولون لعد أكو عدة دول، نعم دول جاية بناء على طلب العراق، مو قوة مقاتلة على الأرض، دول جايين بطلب عراقي تحت سيادة عراقية، مو قوة مقاتلة، جايين مستشارين، جايين يساعدونا باللوجستيك بالأسلحة، ومستشارين عفوا يساعدونا بالتدريب في الغطاء الجوي بمقدار اللي نحتاجه. أكثر الآن توفير الغطاء الجوي للقوات العراقي، بس أكو ضربات استراتيجية نحتاج تعال دولي أقولها لحد الآن، ولا ليش إحنا موافقين ولا يزولوا لا زالوا يأتون؟ أكو ضربات عندهم معدات جدا متطورة ما موجودة عندنا. حركة داعش بين سوريا والعراق حركة واحدة، منظمة هي واحدة، إحنا ما سمحنا لأنفسنا نتجاوز الحدود ونضرب في الجانب السوري. التحالف الدولي يؤدي هالغرض، يضرب داعش أيضا في الجانب السوري حتى يقل الضرر علينا. كان يهمنا تقليل خسائر مقاتلينا، وهذا اللي حققناه في هذا الإطار. لهذا أنا أقول أتمنى أن يكون تخفيف، واضح تخفيف. يوم أمس من خلال الدبلوماسية استلمنا رسالة من الأتراك حلوا وضع تل الأحفر، أجبناهم. إحنا حريصين على تل الأحفر أكثر من غيرنا، على وحدة مواطني تل الأحفر. تل الأحفر بيها من كل المكونات، بس أكثرهم هم أخوة الكمان من الشيعة والسنة. إحنا حريصين على التعايش، ولهذا القوة اللي تدخل تل الأحفر نحرص أن تكون قوة نظامية من مختلف مكونات تل الأحفر. هذا حرصنا، وهي مسؤوليتنا أمام مواطنينا. وأكو نوع من يمكن التهدئة، بس لا زال خطر التدخل التركي لا زال موجود، حتى أكون واضح. ولهذا استعداداتنا لا زالت موجودة، عندنا خشية أن يكون هناك خطوة متهورة، أتمنى ما تصير. كل خطابنا هذا وكل دبلوماسيته حتى نمنع هذا يصير، مو خوفا منها، مو خوفا منهم، بس خوفا من التداعيات، لأن يدخلنا في حرب جديدة ما لها داعي. حرب بين، احنا نريد نقلل المشاكل مع الآخرين، مو نريد نصعدها. أما من يسهل، أظن البعض يعني بالعلن ما أدري، أكو أحد بالعلن جرأ أن يرحب بالقوات التركية؟
كلهم الآن زين يعني محافظين على الموقف، بس يمكن البعض بقلبه يرحب يمكن، بس أتمنى ما يوصلون هالمستوى. هذا موقف وطني ما يصير. يجوز بذهنه أن الأتراك يدخلون يساعدوه، خلي ينساها. قوة دولة أجنبية لما تدخل مصلحتها مو مصلحتك، تستخدمك أنت في وطنك حتى تحقق مصلحتها على حسابك. وهي ترى في كل الدول اللي دخلت بها قوات أجنبية بناء على شيء معين، يعني صدام مو دخل الكويت بناء على أساس طلب من كويتيين، شو سوى بعدين بالكويت؟ شنو بناها لو دمرها الكويت بالأخير؟ شو سوى يعني؟ ودمر العراق أيضا. شوف الضرر وتدمير العراق أكثر من ضرر وتدمير الكويت صار بالأخير. ولأنا أنا تحذيري إلى تركيا، ترى أي اجتياح للعراق سيؤدي إلى تفكيك تركيا، أحذر منه، سيؤدي إلى تفكيك تركيا. تركيا ما عندها قدرة قاتل خارج حدودها، جيش التركي ما مقاتل خارج حدودها مثل الحرب سووها قبل 40-50 سنة ما ذاش وقت في قبرص، غير حالة ذيك. العراق غير، العراق دولة موحدة، لأن حررنا أراضينا، خذناها من تخوم بغداد إلى الآن نوصل للموصل، وراح العراقيين ترى يقاتلون بشدة ضد أي احتلال لأراضيهم. وأنا أكد مرة ثانية، نريد علاقات طيبة مع تركيا، علاقات جارة، أفضل نبني علاقات مصالح لشعوبنا أفضل من علاقات قتال أو قتال بين سيادة رئيس الوزراء. رقية نجم، مراسلة قناة آسيا الفضائية. دخول إيران على خط الأزمة العراقية التركية، هل سيسهم في حلها؟ وأن حلت، كيف ستعاملون مع هذه المبادرة؟ شكرا. ما مسبوق أكو شيء دخول إيران، ما مسبوق. أنا أصور أكو تنافس إيراني تركي يمكن عن المبادرة. عن المبادرة ذات، أنا ما مسبوق أكو مبادرة إيراني في هذه النقطة. وطبعا أكو تعرفون أكو مصالح، كل دولة لها مصالح. إيران عندها مصالح مع تركيا، عندها أشياء مشكلة مع تركيا، والعكس أيضا صحيح. إذا أكو وساطة أنا رحب في أي وساطة من أي دولة في هذا الإطار، أستخدم كل القنوات الدبلوماسية إذا بها تأثير. بس أنا ما مسبوق أكو مبادرة إيرانية في هذا الإطار، ما نعكست عليه. دكتور رزاق العقيلي من قناة العراقية نيوز. دكتور، كان هناك تخوف كبير وأنباء عن نزوح كبير من نينوى خلال عمليات التحرير. أنتم زرتم مدينة نينوى واطلعتم على سير العمليات هناك، كيف تقيمون وضع النازحين في ظل العمليات الجارية لتحرير نينوى؟ تعرفون كان التوقع للنزوح في محافظة نينوى بين ربع مليون إلى 3/4 مليون، القسم خلوها على مليون. لحد الآن أرقام النازحين حدود 16,000، بس دول ترى مو كلهم نازحين، قسم تحركوا من منطقة إلى منطقة سموهم نازحين، وكثير منهم لما نزحوا رجعناهم إلى مناطقهم. فيعتبر الآن إحنا خصوصاً الآن في داخل الجانب الأيسر من المدينة، يعني دخلنا الآن المدينة، ماكو أي وضوح هناك نزوح من داخل مدينة نينوى، داخل مدينة الموصل إلى خارجها، ما عدنا. إنما بعض الأحياء الجيش لما يتقدم أكو حركة سكان تصير من مكان إلى مكان. فالآن النزوح أقل بكثير مما كان متوقع، الآن إلنا قدرة إلى وأكو سيطر عليه، خصصنا سيارات من الجهد المدني مع القوات العسكرية لنقل النازحين، حضرنا أماكن لهم، وأيضا فرق أمنية لمسألة التدقيق الأمني على النازحين ليكون بيناتهم دواعش ويأدون إلى أعمال إرهابية داخل المخيمات أو بين النازحين. هذا كله يؤدي بشكل كبير. أكو سؤال سابق هسه يمكن أستغل الفرصة أجاوب عليه، حول يسموها دروع بشرية. نعم داعش يستخدمون دروع بشرية، بس بصراحة هذا نتابع حتى الأجهزة الاستخبارية، الداعش مدى يلجأ، داعش الإرهابية مدى تلجأ إلى اختطاف السكان بأعداد كبيرة، وإنما دا يستخدمون السكان وياهم، يختبئون بين السكان ويحركون السكان وياهم حتى لا يضربون، ولكن السكان ما يلبثون أن يتخلون عن داعش ويرجعون إلى القرى. هذا اللي دا يصير في الأثناء. ما عندنا صار، سمعت أنا كثير من الرسائل استلمت، كثير من نواب في نينوى، من محليين في نينوى، بس تدقيق هناك في المنطقة هذه الحالة غير موجودة. نعم أكو حالات في حمام العليل، مناطق مجاورة لحمام العليل، بس حسب معطياتنا ماكو خطورة أنه السكان سيكون رهان بيد داعش لحد الآن، لحد اللحظة. السلام عليكم سيادة الرئيس. السلام. رعد المشهداني، قناة الرشيد الفضائي. قلت احرجوني بأسئلة، دعني أحرجك بسؤالين، وهما عودة نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، من أين سوف
تصرف لهم مخصصات والنفقات التي الآن ونحن الآن نعيش في حالة تقشف للأول مرة في البلد. السؤال الثاني، نرجو من جنابك الكريم، وهذا رجاء سيادتكم كونك حامل قانون، أن تحمي الصحفيين والذين يتعرضون إلى حالة من الانتهاكات وتطاول من قبل البعض، واليوم الصحفي يقف في خندق واحد مع الجندي العراقي يحمل الكاميرا ويحمل المايك. تعرض زملائنا قبل أيام إلى إهانة وطرد أحد الصحفيين، والآخر ضرب من قبل القوات حماية لشخصيات معينة. فنحن أمانة في أعناقكم بأن تحمونا بقانون. شكرا سيادة الرئيس. طبعا أبدي بالثاني، حماية المصحفيين أمر أساسي عندنا وجوهري بصراحة، وأنا كشخص أحب الصحفيين، كنت أتعامل يوم في مجلس النواب 8 سنوات بشكل مباشر أتعامل معهم، ويهمني حمايتهم ورعايتهم أيضا، وتأكيد يقومون بدور مهم في إيصال الحقيقة للناس والمواطنين. أنا ما أخفيكم سر، ترى كثير من السياسيين يعتمدون على المعلومات الأولية من الصحفيين، لأن الصحفي سريع في إيصال المعلومة، إن هو رأسا ينقلها، الأجهزة الرسمية قد تأخذ بعض الوقت لأن يحتاج تدقيق، الصحفي هو يكون مثلا في القتال ورأسا هو مثلا تحرير بعض المناطق، تجينا من الإعلام رأسا أسرع بعض الأحيان من القيادات العسكرية توصلنا للخبر. وهذا أيضا يستحق بصراحة الثناء ويستحق التثمين. أنا بصراحة سمعت في حادثة أحد الحمايات اعتداءهم على صحفي، وفتحنا بتحقيق إن شاء الله. الصحفيين تعرفون أمزجة متفاوتة، الإعلاميين أمزجة متفاوتة، قصدي السياسيين، على كيفكم وياهم. يعني بعض الأحيان ربما ردة فعل هنا ردة فعل هناك. هاي الحادثة أنا شفتها، أنا حييت الصحفي بصراحة، وصحفي كان شاب. أنا عندي وصيتين، الإعلاميين شوية على كيفهم لما السياسي قد ينفعل، وشيء ثاني أدعو السياسيين ذولا شباب إعلاميين ما عنده خبرة السياسي، عنده خبرة قد 50 سنة بعمل السياسي ما عنده الخبرة، بلكن الشاب متحمس اسمع افسح له مجال، خصوصا دي يقومون بأعمال بطولية. أمل هذا البلد بالشباب، أنا هي أكررها، لأن هم راح يقودون هذا الجيل كله، يروح سنة الحياة، جيل يمضي وأكو جيل يأتي. يكون كل تليفون يعبر عن شخصية صاحبه. الآن اشترك بخدمة ميلودي واتصل على 300 لتختار الأغنية اللي تعبر عن شخصيتك وسمعها لكل من يتصل بيك. نشر الإشاعات، نشر الأكاذيب، يكون الإعلام هو يمارس رقابة ذاتية من نوبي غلط، الحكومة هي تصدى، لأن الحكومة لما تصدى يصير كأنه مقابل الإعلام، هذا خطأ. أنا أدعو الإعلام أن ينظم وضعه، أكو حالات من خرق واضح، كذب واضح أو إساءة واضحة، أما إلى القضاء توجه أو إلى مجلس النواب أو إلى الحكومة أو إلى إعلام آخر. أدعو أن نمارس إحنا ضبط داخلي ورقابة داخلية، ودعيت عدة مرات، أتمنى أن نطور. إحنا الآن مستوى الحرية بالإعلام كلش واسعة، بس كل حرية تحتاج إلى ضوابط، أدعو إلى إقرار الضوابط. أما التجاوز على الإعلام مرفوض بدون ولكن، يعني بدون أي استثناء، هذا الرفض ودينا بشكل ده. بالطبع عودة نواب رئيس الجمهورية، مو نواب رئيس وزراء، نواب رئيس وزراء لم يعود. أنا بصراحة ما أعلق على قرارات قضائية من محكمة اتحادية أو مجلس قضاء، ما أعلق، ملتزم بعدم التعليق لأن أحترم الفصل بين السلطات. ولكن بس توضيح الحقيقة، هذا مو قرار رئيس الوزراء، رئيس الوزراء، لأن البعض فسروها بشكل خاطئ، رئيس الوزراء قدم ورقة مقترح قرارات أو مقترحات قرارات إلى مجلس الوزراء. رئيس الوزراء مو من حقه هو يقرر، صح كانت في قمة الإصلاحات، بس مو من حقه يقرر إلغاء نواب رئيس الوزراء أو نواب الجمهورية، مو من حق رئيس الوزراء. أنا أعرف بالضبط شنو حدود رئيس الوزراء وشنو صلاحيته، ولهذا الورقة اللي قدمتها ما كان أمر ديواني، إنما ورقة فيها مقترحات لقرارات قدمتها إلى مجلس الوزراء. كنت أتصور ضمن قدمته أنه مجلس الوزراء حيغير بعضها، مجلس الوزراء صوت عليها بالكامل بما فيها نواب رئيس الوزراء صوتوا على إقالتهم هم نفسهم، صار تصويت بالإجماع، بما أنه بعض القرارات أيضا مو صلاحيات مجلس الوزراء رفعناها كلها إلى مجلس النواب، خلال يومين مجلس النواب صوت عليها بالإجماع أيضا.
أنا ما عندي مشكلة، بس هذا مو قرار رئيس الوزراء حتى يطعم به، هذا قرار مجلس النواب صار. جزء من هدفي في الإصلاحات إيقاف أو تقليل الترهل بالدولة العراقية. قلت أكو مواقع زائدة وهذا هدفي. البعض نظر لها بشكل آخر، أنا مو ضد مشاركة الآخرين، بالعكس نريد نستوعب السياسيين، نريد نستوعب الكتل السياسية، وإذا هذا يقتضي، بس كان هدفي هو هذا. أكو ترهل بالدولة العراقية، أكو مشكلة مالية عندنا، نريد نقلل المصاريف، وهذا اللي يعني قدمته. كان بإمكان مجلس الوزراء يرضه، كان بإمكان مجلس النواب يرضه، ما رضه، فصار توجه. المحكمة الاتحادية طلعت قرارها ما يتعلق عليه. يقول انتهى الأخي، إيش اللي يقول انتهت؟ شكرا جزيلا.